السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري القطري، دوري نجوم قطر وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء 6/9/2022 في الجولة السادسة من الدوري القطري. متابعين الكرام، لأول مرة زورنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، اليوم السد خسر من الشمال 1-2. احرز هدف السد لاعب اندريا ايو في الدقيقه 7 هدفي الشمال عن طريق امجد عطوان من ضربه جزاء في الدقيقه 20 وعلوان في الدقيقه 34. السليه خسر من العربي 1-5. احرز هدف السليه كارلوس تراندبرغ في الدقيقه 8. اهداف العربي الخمسه عن طريق عبد العزيز الانصاري في الدقيقه 17، عمر السومه في الدقيقه 49، يوسف المساكني في الدقيقه 51، عمر السومه في الدقيقه 61، ويوسف المساكني في الدقيقه 82. كانت حفله يعني ليوسف المساكني وعمر السومه. الغرافة تعادل أمام أم مصلى 1-2. أحرز دفاعي الغرافة لاعب الجنيهي في الدقيقة الثانية من نقطة الضعف في الشوط الأول، وياسين إبراهيم في الدقيقة 66. هدفي أم مصلى عن طريق جوناثان كوجيا من ضربة جزاء في الدقيقة 26 وجوناثان كوجيا من ضربة جزاء في الدقيقة 79. متابعين الكرام، بكرة بإذن الله تعالى ستكمل باقي المباريات. لو عايز تعرف مواعيدها بالنسبة لتوقيت قطر والقنوات الناقلة كمان هسيب لك في نهاية الفيديو في المنطقة دي مواعيد مباريات الجولة السادسة، الفيديو اللي أنا عملته عن مواعيد المباريات. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، النادي العربي متصدر الدوري ب 15 نقطة في المركز الأول، في المركز الثاني الوقرة ب 11 نقطة، المركز الثالث الدحيل ب 10 نقاط، المركز الرابع الغرافة ب 9 نقاط، الشمالي المركز الخامس ب 9 نقاط، الأهلي المركز السادس ب 8 نقاط، السد المركز السابع ب 7 نقاط، قطر المركز الثامن بسبع نقاط، ومصلال المركز التاسع بست نقاط، المرخية المركز العاشر بخمس نقاط، السرية المركز 11 بثلاث نقاط، والريان المركز 12 والأخير بنقطة واحدة. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين اللاعب جيلسون لاعب الوقرة المركز الأول بستة أهداف، المركز الثاني ياسين إبراهيم لاعب الغرافة بخمسة أهداف، والمركز الثاني مكرر يوسف المساكني النجم التونسي لاعب العرب بخمسة أهداف، والمركز الثالث بغداد بونجاح لاعب نادي السد النجم الجزائري عنده ثلاثة أهداف، يتساوى معه كارلوس تراندبرغ لاعب السلية، والنجم السوري عمر السومه لاعب العربي، ونجم العراق ايمن حسين لاعب المرخيه ايضا عنده ثلاثة اهداف، ومحمد حسين كان عن لاعب الاهلي، ويزن النعيمات النجم الاردني لاعب الاهلي ايضا. بعد كده المركز الرابع عنده هدفين اندريا ايو لاعب السد، وجوليرمي توريس لاعب السد، واسحاق بالفضيل لاعب الغرافه، وجو كارلوس لاعب مصلال، ومايكل اولونغا لاعب الدحيل، وجنسان كوجيا لاعب مصلال، ورودريغو داباتا لاعب السد، وسفيان هاني لاعب الاهلي، ونام تيهي لاعب الدحيل، وياسين بامو لاعب الشمال، ويهمبل اللاعب الريان، ومؤيد سيد لاعب الشمال. متابعين الكرام، اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.